درت هنا كاس ديال الفرص، معلقه سنيده الملح على حسب الجينه، معلقه ديال الخميره ديال الخبز. غادي نديرو عليهم واحد جوج ديال الكيسان ديال المدافي ونغطيو عليهم ونخليهم حتى يخمر واحد شويه، واحد الخمسة دقائق، وعاد نزيدو عليهم البقيه ديال الدقيق. نغطيو عليه واحد 5 دقائق ونخليوه. بعد ما تفاعلتنا الخميره ديالنا، هنايا درت كاسونس ديال الفينو وكاسونس ديال الماء، طربتهم في مولينيكس مزيان مزيان مزيان، يعني تقريبا واحد 10 دقائق وما تيطربوا تيوليو على هذا الشكل هذا. تتولي عجينة، تنزيدو عليها نص كاس ديال الزيت وتنزيدو عليها نص ديال دانون مسوس، يعني نص زبادي طبيعي، وتنخلطو حتى تنجمو لنا الخليط كامل. نحاول نستعمل يدي لان شو العجينه كيف تتولي. تولي هاك مطاطيه. تنخلطو بحال هكا بيدينا حتى تنشد منا، تنبداو نضيفو الطحين ديال الفرص. دائما الفرص فهادشي ديال المخيمرات خص يكون الفرص غالب على الفينو باش يجيونا من الداخل مفشفشين وخاويين، يعني خصوصا للتمر. نستمروا هكا وحنا تنضيفوا في الفرص حتى تولي لنا العجينه مطلوقه. دائما انا تنخدم بهذه الطريقه باش يجيني لا خبز ولا اي حاجه مفشفشه. دائما الا بغيتو الحاجه تجيكم مفشفشه راه هذه هي الطريقه ديالها، الطريقه ديال الشفنج. يعني راه بلا عريك بلا مجهود بلا غير بهذه الطريقه هذه تجينا الخبز ولا المخمر ولا مطلوع ولا اي حاجه تيجي رائع. مسمن حتى مسمن الا بغيتو ديروا بهذه الطريقه راه تيجي روعه. نستمروا كتنزيدوا في الطحين حتى تولي لنا واحد العجينه رطبه، تبقى شويه خفيفه. هنا بعد ما جمعناها درتها في قسطريه باش غلبت عليها لان جاني البول شويه صغير. هذا هو القوام ديالها. ها غادي نخليوها حتى واحد 5 دقائق تخمر وندوز عاد لطريقه التشكيل ديالها. خمرتنا العجينه نطلقوها بالمدلك رقيقه
نتاكدوا على انها ما لصقاش باش ما تديفورمناش المخميرات ملي بغاو نهزوه. يعني واحد نص سنتيم تكون فيها باش يتنفخوا لنا، لان الا كانت شويه غليظه راه تيجيونا شويه معجنين من الداخل ما تيتنفخوناش. يعني بحال هكا نقيقه مزيان، ونجيبو القطعات ديالنا. هادي مربعين، هذا دائره، هاد الشكل تيعجبو الدراري الصغار. نقطعو الدوائر ديالنا ونحطوهم فوق واحد المنديل ونخليهم غير واحد شويه، يعني اصلا راهم خامرين الخميره الاولى والخميره الثانيه. نهزهم بحال هكا ونحطوهم نخليهم يخمروا. نحاولوا ما نتقبوهمش بيدينا باش نضمنوا بانهم غادي يتنفخوا لنا. هادو تيجيو من الدار ديالهم مزيونين تيتعمرو. غادي ندير الولد الصغير هادو، يعني الدراري الصغار الا بغيتي تاكل ياكلوا لك الحاجه خصك تلعبي معاهم فيها. تما تيجي فيهم شكل زوين. بعد ما كملنا الخميره ديالنا كاملين نخليهم واحد شويه واحد 5 دقائق ونطيبوهم على في مقله سخونه على نار شويه هاديه، يعني ماشي مرتفعه بزاف، غير يبداو يتنفخوا لنا واحد شويه ونقلبوهم. الشكل النهائي ديالهم تيجيو هكا طويين.
بعد ما شحرنا البصلة شوية ديال الثوم، زدنا عليها واحد القبيصة ديال الكاري، شوية ديال الابزار ومليحة، ونخليوها حتى طيح هكايا. هنا زدت عليها ربعة ديال صدر الدجاج، 250 غرام ديال صدر الدجاج اللي سلقتها مع وريقة ديال الموسى ودريس ديال الثومة حتى دخلها طيب مزيان، وطريف ديال الزنجبيل الاخضر وقطعتها بهذا الشكل هكا شويش كبير، يعني ماشي صغير لان غادي نعمرو به بالطبيطات، ونخليوها حتى تشرب ديك البنه ديال البصله مزيان. نحاولوا عليها مابقاش نحركوها بزاف باش ما يتبرتتناش داك الدجاج. ما تشرب لينا داك شويه ديال البصله، نزيدو هنايا واحد تقريبا واحد 3 ديال المعالق ديال الكريمه السائله. ولدي حطها لي في الفريكو ولات قطه راسها هكا، ولكن راه غادي يدوب. هاد الكريمه ديال الطبخ هادي راه تجي رائعه، يعني في هادشي ديال لي صوص. تعطي واحد التعليكه لهاد الدجاج روعه. شاي دابا بالنسبه للناس اللي تيديروا الكوتا لولادهم من المدرسه، هادو راه مزيونين، يعني واخا يتكالوا باردين ولا يتكالوا سخانين يعني زوينين. ديري له داك البطيطه معمره تجي روعه. خلو ديك الكريمه على ما تشرب مزيان، يشرب هذاك الدجاج. انا درت صدر بيبي، اللي بغى يدير صدر دجاج يديرو، اللي بغى يديرو هكاك خضر يديرو ويخليه يطيب هنا مع البصيله. انا تنفضل هكا لانه تيجي بنين، تديري مع ديك الورقه ديال الموسى وداك الطريف ديال الزنجبيل تيعطي واحد لوكو غزال، ولا الحباق ولا اي منسمات. ديك الكريمه مزيان، زدنا لها واحد شويه ديال المعدنوس مقطع، نخلي معسله، نزيدوها واحد النقيطه ديال لاصوص صوجا بشويه على حسب الملح، تعطيها واحد البنه ديك الكريمه مع لاصوص صوجا. يا سلام على بنه تجي فيها. هنا وصلنا للمرحله الاخيره اللي نزيدو فيها، هنا وصلنا للمرحله الاخيره غادي نزيدو فيها الفرماج احمر والموتزاريلا باش تعلق لنا ديك الصلصه، ما تفزقناش دوك المخيمرات ديالنا وبداو يتقطعوا. صافي نخليوها حتى تعلق ونطفيو عليها تبرد وعاد نعمروها. هادو ما تحتاجوا لا صوص ولا مايونيز ولا حاجه، علاش؟ لان هادو اصلا فيهم الكريمه وفيهم فرماج تيجيو معلكين هكايا رائعين، ما تحتاج معاهم لا صوص لا حتى شي حاجه. اللي بغى يزيد لهم شي حاجه من الفوق عاد يزيدها له. انا ولادي ما تيبغاو لا مطيشه لا بصله لا خص لا حتى حاجه، هما غير هكا خاويين. بغيت زيت لهم بصله كي طريفات مطيشه وريقه الخوص. انا ولادي هكا الا زدت شي حاجه ما ياكلهمليش.